مالها ستة، طالب جامعي سنة ثانية تخصص أدب إنجليزي، وفنان تشكيلي عضو جمعية شباب الوعيد بدورة نابلس. جمعية شباب الوعيد هي جمعية شبابية، أغلبها هما شباب، تقودها رئيس الجمعية اللي هي لاله شفيع بن يحيى، ولا كيف معروفة ماما شفيع. الجمعية كتهتم عندها أهداف متعددة، كونها الجمعية الوحيدة اللي كاينة بدورة كتير تحسين، كتخدم مع الأطفال وكتخدم مع الشباب، وهي اللي تنظم خيرة الشباب تاع دوار كتير تحسن، وأي تفاسكا وأي تولير عموما. أهداف متعددة كيف ما قلت، ترشح ما بين كل ما هو فني، كل ما هو ثقافي، كل ما هو صحي، كل ما هو اجتماعي. واحتفاء بالذكرى الثالثة لتأسيس جمعية الشباب الواعي، ضمنها في مقر الجمعية دوار كازينة تحسن، معرض فني تشكيلي بالأساس. معرض فني يضم لوحات خيرة الشباب في الورشة الأسبوعية ديال جمعية الشباب الواعي، لأن نحن في جمعية الشباب الواعي تاخذ ورشة أسبوعية للفن التشكيلي من بين ورشات متعددة، وهذه الورشة الإبداعية تكون عندها إنتاجات إبداعية كذلك، وهذه الإنتاجات الإبداعية تنتوجها وكنبينوها للعيان من خلال معارض متعددة. واخترنا هذا المعرض ان شاء الله في هذا السيزون باش نحتفل بالذكرى الثالثه لتاسيس جمعيه شباب الواعي، اللي ضمت كل من لوحاتي ولوحات الفنان محسن الكناني اللي هو عضو جمعيه شباب الواعي وشاب من ايت فاسكا، ثم الاخت الفنانه المبدعه نورا فوندو، هذا بالموازاه مع معرض فني تشكيلي للاطفال. كان حضور مكثف للمعرض، بين واحد الاعجاب كبير بلوحات الاطفال، وهذا ما نطمح اليه ان شاء الله. كاينين مشاريع مستقبليه في المجال الفني، لانني انا كنقود المجال الفني في هذه الاسوسياسيون، بالاضافه للمجال الصحي ومجالات اخرى كيتكلفوا بها شباب اخرين. في المجال الفني كنوعدوا الشباب ديال ايت فاسكا عموما، واي شاب مبدع في دائره ايتورير، باننا كاينين ملتقيات ان شاء الله اللي هي دوليه تحتفي بالفن التشكيلي وكتحتفي بالثقافه الامازيغيه والثقافه المغربيه عموما، بالنظر مع ثقافات اخرى، بالموازاه مع ثقافات اخرى فيما يخص الفن التشكيلي، ونقدموا رسالتنا ان شاء الله من خلال الفن التشكيلي. 2015 وان شاء الله علاش لا، هي غادا باستمرار توصل القمه ان شاء الله على الصعيد الوطني كما كنتمناو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا كنقدم لكم راسي، محسن الكناني، طالب جامعي وفنان تشكيلي مبتدئ، وكنشارك في هذا المعرض اللي منظم من طرف جمعية الشباب الواعي، وهذه أول مشاركة لي في هذا الميدان. مشاركت تقريبا بأربعة طبلوات، وكنبغي نشكر جمعية الشباب الواعي على هذه الفرصة اللي تحت لي باش نشارك في هذا المعرض ونبين المواهب ديالي والطاقة ديالي، وكنشكر ايت فاسكا بريس على التغطية الإعلامية المتميزة. شكرا.